السابق لم تحدث أي خروقات للمنظومة. نعم. المنظومة مصلحة الأحوال المدنية لازم تفرق. المنظومة كانت منظومتين، منظومة الرقم الوطني ومنظومة مصلحة الأحوال المدنية. منظومة الرقم الوطني هي تستند في بياناتها وتستمد فيها من خلال ما يقدمها له الأحوال المدنية. نعم. منظومة الأحوال المدنية هي منظومة تقوم على الأسر الليبية، قائم عليها فريق من المهندسين الوطنيين الليبيين يحاولوا بقدر جهدهم هي حمايتها من أي اختراقات، زي ما قلت أنت اختراقات خارجية. أما فيما يتعلق في التزوير أو في التلاعب وكذا، فهذا التلاعب لو يكون في المكاتب الصغيرة، ونحن دائما نحاول ندقوا ونفتشوا. وحتى في المنظومة في زي ما يقول نوع من أنواع الدبل تشيك، تحقق ثاني من كل إدخال يتم، وأي حد يكتشف أن فيه أي خطأ ما، إن كان خطأ مادي يتم تصحيحه، وإن كان خطأ متعمد يتم إحالته إلى الجهات القضائية. نعم. طيب، يعني البعض يرى أن هناك يعني وترويج لهذه القصة، قصة الاختراق وغيرها، هي عبارة عن يعني قصص مختلقة تعود لأسباب سياسية، لعدم التسليم بنتائج الانتخابات، ممكن لأسباب صراع سياسي. ما رأيك في هذا؟ ما نقدرش نأكد أن واحد يطعن في مصلحة في منظومة الأحوال المدنية أو في عدد الناخبين أو في عدد أنه هو لغرض سياسي أو لغرض كذا، لكن احنا أي معلومة تصلنا نتعامل بها مع شكل جدي وناخذها بشكل جدي، ونشكل لجان تتحقق من هذه المعلومات. اي شخص يقوم بيطلع يخرج في الاعلام يقول في العدد غير طبيعي او زياده غير طبيعيه، نحن الاسبوع الجاي تكلمنا مع مصلحه الاعداد والاحصاء ان نعقد ورشه عمل بين مصلحه الاحوال المدنيه وبين مصلحه الاحصاء والتعداد لدراسه كيف نقدر نحصر عدد سكان ليبيا الحقيقي. اخر تعداد كان في 2006 كان عدد الليبيين حوالي 5 مليون و قرابة 6 مليون، إلا شيء بسيط. والآن عدد الليبيين حوالي 7 مليون وشيء بسيط. يعني أريد أكيد أن أسألك عن هذه الأسئلة، تعداد السكان، كيف نتأكد من أن كل الليبي لديهم أرقام وطنية، وزارة الاقتصاد وزارة التخطيط كيف تتعاونون معها لأنكم يعني في حلقة واحدة، ولكن بعد أن نستمع إلى آراء الشارع الليبي حول مصلحة الأحوال المدنية، كيف تعاملكم مع الشارع وكيف آراءهم حول خدمة المصلحة وأيضا حتى الأرقام الوطنية. مشاهدينا الكرام، لنستمع إلى هذا الاستطلاع ونواصل عينة أخرى. الرقم الوطني هو رقم طبعا دار للأسر الليبية، بحيث ينظموا الأسر الليبية، ويبدأ كل أسرة عندها رقم وطني خاص بها. يعني هل تتصور حيث تتم الإجراءات الثانية يعني في جهات عامة تطلب في الرقم الوطني؟ سيد، هل تتصور أن الرقم الوطني مفيد أم أنه جعل المواطن مجرد رقم؟ لا بالعكس، الرقم الوطني مفيد جدا يعني، وبصراحة يعني في نظام كويس يعني منظم جدا يعني. ما هو الدور المهم الذي ترى أن السجل المدني يقوم به؟ طبعا دور السجل المدني زي ما قلت لك في هالجهات عامة تطلب في أوراق السجل المدني. طبعا السجل المدني شو الدور متاعه؟ الدور متاعه يحدد أنت جنسيتك ليبيا أو مش ليبيا، وش الجنسية متاعك بالضبط، من خلال رقم وطني تثبت أنك أنت ليبي وأسرتك كلها ليبية يعني. لنفترض وكل شخص يبدأ عنده رقم وطني ويبدأ عدد الأسرة معروف. فعندنا هالبجهات من ضمنها طبعا المصارف تو طالبين، خاصة يعني موضوع الأسر الليبي هذا متاع ال 400 دولار وال 500 دولار تو، فيطلبوا أول شيء في رقم وطني باش يعرف عدد الأسر الصحيح والعدد المضبوط يعني المؤكد يعني. طلبوا فيه في المصارف، في شهادة الميلاد يطلبوا فيها، في الجوازات والإجراءات الثانية. سيد، إذا لا يوجد سجل مدني ماذا سيحدث؟ ما لا تستطيع أن تستخرج الرقم الوطني والشهادة الميلاد إلا من السجل المدني. كيف تقيم أداء مصلحة الأحوال المدنية؟ والله ضعيف بعض الشيء، مفروض يعني يكون في عمل إضافي، في عمل مسائي وعمل صباحي. ماذا تعرف عن الرقم الوطني؟ الرقم الوطني هو إثبات الهوية للشخصية الليبية فقط يعني. الهوية الشخصية الليبية يعني. هل تتصور أن الرقم الوطني مفيد أم أنه جعل المواطن مجرد رقم؟ مفيد والله بالنسبة للإجراءات، حتى الخارجية اللي بتسافر برا تحس روحك أنك عندك يعني شخصية معينة زي البطاقة الشخصية بالضبط.
كيف تقيم أداء مصلحة الأحوال المدنية؟ والله 90% كويس الحق بالنسبة للإجراءات، يعني في شوية زحمة لكن ماشي الأمور. نعرف الرقم الوطني اللي هو الشخص اللي هو على أساس اسمه وعائلته وقبيلته، اللي هو الرقم الوطني هذا اللي نعرف اللي عليه. بالنسبة لل يعني كمواطن موظف تبع الشؤون الاجتماعية بوسليل. سيد، هل تتصور أن الرقم الوطني مفيد أم أنه جعل المواطن مجرد رقم؟ لا، كيف هذا يعني يعتبر حتى هو لنفسيته، هو اللي يعتبر يتعامل حتى مع الدول الخارجية ولشخصيته هو، ان هذا هو اللي انا حسب معلومي انا لك كمواطن ليبي لشخصيتي الوطنية. سيد، كيف تقيم اداء مصلحة الأحوال المدنية بما أنك مواطن في هذه البلاد؟ والله الناس اللي في الأحوال المدنية ناس تحترق، ناس موظفين اللي هم من الصبح يعتبر من الساعة 8:30 لغاية الساعة الثالثة هيك الرابعة، والناس محترقين، يعني أنا أعتبرهم أن هم جنود مجهولين. الرقم الوطني هو تسهيل إجراءات المواطن لكي يتم إجراءاتها بطريقة سلسة. دور مدني من الساعة 8 إلى الساعة 2:30. الدور الأبرز اللي هو تسهيل الإجراءات. لا، الرقم الوطني طبعا مفيد جدا للمواطن. كيف؟ لأن يميز بين مواطن ليبي ومواطن أجنبي، مواطن عنده جنسية مواطن ما عنده جنسية، أموره طيبة أموره مش طيبة. هذا يعتمد عليه كويس مثل الرقم الوطني طبعا. والله مصلحة الأحوال المدنية تقدم فيه خدمات جيدة للمواطن، وعن طريق المكاتب الخدمية للسجلات الموجودة في الدولة، من أرقام وطنية من مستخرجات وضع عائلي، شهادة ميلاد، إقامة، يخسر كسيبات عائلة، فتح ملفات أسر جديدة، يعني تقدم في خدمات ممتازة للمواطن يعني. مشاهدينا الكرام، هذا كان جانب من آراء المواطنين حول الرقم الوطني ومصلحة الأحوال المدنية، ما لها وما عليها. العودة معك سيد محمد بن تمر، رئيس هيئة مصلحة الأحوال المدنية. بداية، كيف شفت آراء المواطنين؟ تعكس الواقع حقيقة. نعم. يعني طيب، البعض رأى أنكم يعني وراء الموظفين عبارة عن جنود مجهولين يحترقون يعني لساعات كثيرة. البعض رأى أن آلية العمل بطيئة جدا ويحتاج حتى لعمل إضافي مثلا لفترة مسائية وفترة صباحية. كيف رأيت هذه التعليقات؟ تعليقات واقعية تعكس الواقع حقيقة، ولكن نقول يعني المكاتب المزدحمة، خلينا أخذ مكتب طرابلس، هو أكبر مكتب موجود في ليبيا، تقريبا عدد الأسر فيه حوالي 160,000 أسرة، يشتغل عند 10 مساء أكثر من وردية. مكتب حي لندرس برضو نحكي لك عن طرابلس، يعني يشتغل فترة مسائية. الآن في بنغازي خذوا قرار بإضافة فترة مسائية يشتغلوا فيها، حاولوا يقدموا كل مجهودهم. يعني يعني فعلا هم جنود مجهولين. طيب، صحيح نحن نريد دائما الاطمئنان بأن لا يكون هناك رقم وطني لغير الليبيين، ولكن كيف نطمئن يعني أن كل الليبيين لديهم رقم وطني؟ هو الآن الفرضية أن كل ليبي يحمل رقم وطني. نعم. أي شخص لا يحمل رقم وطني يكون أمام فرضيتين، يا أما هو من العائدون وهم في انتظار حصولهم على الجنسية الليبية لتصرف لهم رقم وطنية، أو يكون حصل أنه سقط سهوا اللي هو سموا فيها نحن في مصطلح الأحوال المدنية إضافة فرد. نعم. وهذه مشكلين لها لجنة مركزية للتدقيق فيها، وليس من اختصاص المكاتب، لجنة مركزية في الإدارة العامة للتوثيق تدقق في الملف وتضيف هذا الفرد إذا كان فرد سقط سهوا في إضافة الرقم الوطني. طيب، دعنا ننتقل إلى شيء مهم وهو تعداد السكان. يعني أنت في بداية الحلقة تحدثت أنكم يعني البلد أو الوطن يتكون من أجزاء، وأنتم مهتمون بالركن الأهم وهو المواطن اليوم. يعني تقريبا كم عدد السكان؟ يعني هل قمتم بحصر مع الأجهزة الأخرى اعتمادا على الرقم الوطني، على المعلومات والبيانات التي لديكم؟ شوف، بالنسبة للرقم الوطني قلت الفترة السابقة كان بعيد عنا. نعم. ما كانش يتبعنا، كانت في تعاون بيننا فكان بعيد عنا، لكن من حوالي تقريبا شهر ونص بعد كثرة الكلام في الإعلام وأن العدد السكان مش طبيعي وأن الزياد وكذا،
تواصلنا مع مصلحة التعداد والإحصاء اللي هي مختصة أساسا بإحصاء وتعداد السكان، قالت أن آخر تعداد قامت به كان حوالي تقريبا 6 مليون إلا شيء بسيط في 2006. يفترض أن هي في 2018 بتقوم بإحصاء جديد، ولكن نحن عندنا الآن إحصائيات تمثل عدد الأسر الليبية وتمثل كذا. الإحصائيات متانة تعكس أن عدد الأسر عدد الليبيين الآن 7 مليون وحوالي 200 ألف أو شيء بهذا المعنى، يعني مش دق بدقة، يعني ما كلمتش اليوم خذيش منهم الرقم الدقيق، ولكن متأكد أن 7 مليون و200 تقريبا وحاجة بسيطة. لو درناها بشكل ما نبيش نجاوب أنا قبل الورشة، لكن إذا كان عدد الليبيين كان 6 مليون في 2006 والآن 7 مليون في 2018، 10 سنوات زادوا مليون، فالتعداد أعتقد أنه منطقي جدا جدا، ولكن برضو حنثبت هذا الكلام بشكل علمي ودقيق في عن طريق ورشة عمل. طيب متى نصل إلى مرحلة إذا طلبت منك تعداد أو رقم حقيقي بضغطة زر عبر منظومة يمكن يكون لك هذا الرقم؟ سيكون عندنا منظومة تعطي بشكل دقيق كل دقيقة وكل لحظة حتى زيادة المولود والوفيات بمجرد القرار الأخير لاتخذه رئيس المجلس الرئاسي، نشكر على هذا القرار الشجاع واللي مفترض أنه كان يأتي قبل هذا الوقت، اللي هو ضم مشروع الرقم الوطني لمصلحة الأحوال المدنية. نعم. طيب بداية اليوم أصبح الرقم الوطني تبعكم وتحت سيطرتكم. نعم. بالكامل. صحيح. كم تحتاجون من الوقت لنصل إلى هذه المرحلة التي تحدثنا عنها؟ خليني نقول لك حقيقة، يعني المهندسين الموجودين في مشروع الرقم الوطني هم على كفاءة عالية ويمكن الاعتماد عليهم وموجودين بمنظوماتهم وعندهم شغل في السابق كبير جدا يعول عليه، فبمجهودهم هم بمجهود إدارة التوثيق والمعلومات المهندسين اللي عندنا حتخرج شيء في القريب العاجل جدا جدا، حتخرج شيء حيكون يبهر الجميع. طيب وزارة التخطيط والبنك المركزي ووزارة الاقتصاد لعلها جهات مهمة جدا تحتاج إلى العديد من البيانات وحتى تحتاج إلى ممكن ربط مباشر مع المصلحة. نعم. يعني هل هناك تعاون، هل هناك غرف مشتركة بينكم وبينهم، كيف يتم الربط أو التعامل معها، كيف هي آليات التعاون؟ نعم. بينكم كل هذه الجهات التي ذكرتها نحن شريك أساسي في كل مشاريعها. نعم. ابتداء من مصرف ليبيا المركزي في منحة أرباب الأسر 2000 دينار، في منحة 400 دولار، في المنحة القادمة 500 دولار، في وزارة الاقتصاد فيما يتعلق بالجمعيات الاستهلاكية، في الاستحقاقات الانتخابية السابقة واللاحقة، في الاستحقاقات الانتخابية السابقة في البلدية أو القادمة، كل ما يتعلق بالسكان وتعدادهم والتوزيع عليهم يجب أن يكون الأحوال المدنية هي الشريك الأساسي، وهذا عبء موجود علينا غير منظور. نعم. دعنا ننتقل إلى عاصمة الوطن بنغازي مع ضيفنا هنا في الاستوديو، مع ضيفنا من هناك سيد مصطفى العبادي. بداية سيد مصطفى مدير إدارة الجودة والتدريب بمصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي، أهلا وسهلا بك. مرحبا، أسعد الله مساءك ومرحبا بك وبضيفك الكريم السيد رئيس مصلحة الأحوال المدنية الأستاذ محمد. نعم. بداية سيد مصطفى، كيف هي أحوالكم وأحوال أهلنا في بنغازي؟ والله نحمد الله ونشكره وقمنا بأعمال بصراحة جميلة جدا في بنغازي. نعم. ألو. نعم نستمع إليك. قمنا بأعمال راقية جدا، بالإضافة إلى أن العمل في المكاتب الخدمية في فترة صباحية وفترة مسائية، ودرنا برنامج آخر اللي هو عن طريق المندوبين في جميع الجهات الاعتبارية بضوابط إدارية معينة. نعم. طيب بصفتك أو صفتك مدير إدارة الجودة والتدريب، يعني نحن نعرف جيدا يعني منذ بداية عام 2012 كما تحدث السيد محمد في بداية الحلقة أن المصلحة تتجه إلى العمل الإلكتروني بالكامل وللاستغناء تدريجيا عن العمل الورقي، كيف تعاملتم مع هذه الظاهرة وكيف قمتم بتدريب الكوادر الفنية والموظفين لديكم، وكم تحتاجون يعني من الوقت لتكون كل الموظفين جاهزين للتعامل مع المنظومة الإلكترونية أو التعامل الإلكتروني بالكامل؟ طبعا احنا عندنا شقين، في الشق التدريب التقني وفي الشق التدريب المستندي. الشق التدريب التقني عندنا بعض الدورات التدريبية الخاصة بالحزمة الحاسوبية ومن ضمن عملية الإدراج بالمنظومات، والشق المستندي درنا دورات في قانون، طبعا قانون الأحوال المدنية تعمل طبقا للقانون رقم 36/1968، حتى النماذج على مستوى الدولة الليبية جميع النماذج اللي تستلم الأحوال المدنية طبقا للقانون 36/43/49 على مستوى ليبيا، ما فيش ورقة تطلع من السجل المدني إلا بنموذج طبقا للقانون في جميع الربوع في ليبيا طبعا.
طيب نريد نعرف منك يعني ما مدى استيعاب ومستوى استيعاب الموظفين لهذه النقلة الإلكترونية يعني من قبل العاملين بالمصلحة، وما مستوى الأمان بالمنظومة؟ والله نحمد الله ونشكره، في استيعاب كبير وفي سرعة، وعندنا ناس مهندسين متخصصين في هذا المجال، طبعا مجال التقني، وطبعا هو مترتب هذا المجال التقني على مجال فني داخل المكتب أو السجل المدني. والبعض الصعوبات اللي هي ممكن احنا واجهنا مشكله زي ما قال الاستاذ وطرقها الاستاذ محمد، اللي هو طبعا برنامج النت لان مربوطه طبعا المصرفي بمركزي على جهه اخرى، هذه المشكله اللي تواجه فينا التقنيه. اما المشاكل الاخرى نحمد الله ونشكره، في استيعاب قوي جدا، فيه همه كبيره، فيه اجتهاد كبير جدا، في عمل، في مطابعه، في اجتهاد. طيب أريد منك كلمة أخيرة للمواطنين الذين يعني ينتظرون كثيرا أمام الشبابيك، لعل الظروف هي صعبة، الانترنت كما أشرت العديد من المعوقات التي تواجهكم، وأيضا كلمتك للموظفين الذين يحترقون وراء الشاشات. والله صدق واحد تو الآن نقل على إذاعتكم الموقرة اللي هو قال كل العاملين في السجل المدني جنود مشهولين. نعم. الصراحة صدق أن المؤسسة الوحيدة التي تعمل بجد وبقوانين وبثوابت معينة السجل المدني. أنا أشكر جميع الموظفين في السجل المدني وإن شاء الله ربي يوفقهم لخدمة هذا البلد. نحن مؤسسة واحدة على مستوى الدولة الليبية، تعمل هذه المؤسسة على متابعة التطور الحياتي للمواطن الكريم من بداية ميلاده إلى وفاته. شوف التطور الحياتي، وهذه المؤسسة زي ما ذكر الأستاذ محمد هي منبع المعلومات، وهي تعنى بالأمن المعلومات الاجتماعي، وهي التي تدعم جميع مؤسسات الدولة بالأرقام والبيانات لبناء جميع الاستراتيجيات. نعم. ولا يفوتني بصراحة وصدق أنا أشكر الأستاذ محمد وأشكر رئيس المباحث رئيس جهاز مباحث الأحوال المدنية ببنغازي بهذا الجهد الجبار في فترة زمنية قصيرة، قام بأعمال رائعة جدا في بلدية بنغازي. نعم، شكرا لك سيد مصطفى العبادي مدير إدارة الجودة والتدريب بمصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. لعل السيد مصطفى يعني تحدث عن الأوضاع هناك، ويعني لعل الحديث يتلج الصدر عن المجهودات التي يقومون بها هناك. صحيح، حتى يعني قامت فرع بنغازي بإعادة بشكل سريع جدا بإعادة المكاتب اللي كانت خارج الخدمة، عادت بشكل سريع، عاد مكتب الصابري، عاد مكتب القوارشة، صينت رجعت، ويعني بإمكانيات حتى يعني مش إمكانيات كبيرة للمصلحة يعني. نعم. طيب اليوم هناك مشكلة داخل الفصل بين الولد عندما يتزوج، يعني ليبي يتزوج يصير له أولاد، نجد في المنظومة الرقم الوطني ما زال يلحق بوالده. يعني ما قصة هذا التأخير؟ يعني هناك تأخير، هناك من يشتكي من هذه الآلية؟ نعم، توجد فيه لبس عند المواطن. منظومة الرقم الوطني اللي موجودة على النت اللي تدخل عليها بخلال إدخالك لرقمك الوطني هذه تعطيك رقمك الوطني فقط، وليس تعطيك تسلسل الأسرة متاعك. تسلسل الأسرة متاعك والورقة لي هي شهادة وضع عائلي تستخرج من مصلحة المكاتب الأحوال المدنية. نعم. فالمواطن يجي يدخل رقم الوطني، يدخل على النت، يقول كيف أنا عندي زوجتي ما زالت مش قاعدة مش كذا، هو هذه الشاشة دارها مشروع الرقم الوطني في السابق، وعندنا عليها تحفظ نحن بسيط يعني، دارها مشروع الرقم الوطني اللي غرض أن تكون هي عبارة عن شاشة أنه يأخذ منها بيانات ومعلومات لرقم الوطني فقط، وليس لإعطاء الأسرة وتنظيمها وكذا. نحن درنا مرادف لها اللي هي شهادة الوضع العائلي، وزي ما قلت لك هي تستخرج بموجب قانون ويحميها قانون ولها حجية. نعم. طيب يعني خرج الرئاسي بقرار ضم الرقم الوطني لمصلحة الأحوال المدنية، أعتقد أن هذا القرار كان يعني إيجابي جدا لتسهيل آلية العمل، ولكن اليوم رقم بطاقة شخصية، رقم جواز سفر، رقم وطني، رقم رخصة قيادة، رقم ورقة عائلة، رقم قيد، يعني ألا ترى اليوم المواطن يعني محاصر بزحمة كل هذه الأرقام؟ لماذا لا تكون هناك بطاقة إلكترونية واحدة، رقم واحد لكل هذه الإجراءات؟ سبق أني قلت لك ونعاود نأكدها، هو من أفضل القرارات اللي اتخذت هو قرار ضم مشروع الرقم الوطني لمصلحة الأحوال المدنية. نعم. هو قرار حتى متأخر، لأنه هو مشروع كان يقوم على أنه هو يقوم لفترة معينة ثم يرجع لمصلحة الأحوال المدنية، استمر لسنوات. فعلا كثرة وجود الأرقام، الآن بدأت الدول تقلص في أرقامها إلى رقم واحد فقط يعني. بعد ضم مشروع الرقم الوطني زي ما أخبرتك سيشتغل الفريقين شغل حيكون على درجة عالية من الجودة ومن التقنية، وسيوحد الرقم الوطني. هذا هدف من أهدافنا، أن يكون الرقم الوطني هو رقم يعبر عن كل هذه الأشياء، هو البطاقة الشخصية، هو جواز السفر، هو كل شيء يعني.
طيب لماذا لا تنتقل يعني البطاقة الشخصية من الناحية الإجرائية لمصلحة الأحوال المدنية وليس القانونية؟ يعني تحتاج إلى تشريع. طبعا التشريع يقول أن هي من اختصاص مصلحة الجواسات والجنسية. أنا شخصيا نرى أن هي مفروض تكون لأن هي مبنية على كل بياناتها تأخذ من مصلحة الأحوال المدنية، تصبح حتى إلكترونية يعني، ومفروض تصدر حتى بشكل أوتوماتيك، يعني بمجرد وصولها لسن استحقاقها يمشي مصلحة الأحوال المدنية يطلب بطاقتها يأخذها مباشرة. يعني أتوقع أن في حيكون في شيء بهذا الكلام يعني. طيب الرقم الوطني اليوم أصبح أداة من حديد تحارب الفساد، يعني في ليبيا قضت بشكل كبير على الازدواجية الوظيفية، حققت عائد بالمليارات، يعني قرابة 4 مليار عادت إلى ميزانية الدولة يعني بفضل الرقم الوطني. يعني هل يمكن الاستفادة اليوم من الرقم الوطني في تطبيقات أخرى لمكافحة الفساد برأيك؟ الآن يطبق هو قاعد، وبالذات بعد ضمه لمشروع المشروع ضم الى مصلحه الاحوال المدنيه حيعطي اشياء اكبر من ذلك بكثير. يعني حيعيد مراجعه المرتبات، حيعاود الازدواجيه في تعيين الوظيفي، حيعطي فرص للناس اكثر بالتساوي في سواء في البعثات الخارجيه سواء في الحصول على الوظائف. حيكون له دور كبير جدا اتوقع الرقم الوطني بعد ضم يعني. نعم. طيب يعني نحن كمجتمع ليبي يعني حكمتنا لسنوات القبلية والعشائرية، يعني هل ترى اليوم يعني بفضل الرقم الوطني ممكن أن يعزز فينا ثقافة القيم المواطنة ونفتك من أسر كل هذه يعني البوادر القديمة؟ طبعا في فرق، هو الانتماء القبلي هو انتماء للنسب. نعم. والعشيرتك وأهلك وكذا يعني شيء اجتماعي وكل إنسان ممكن يفتخر به وكذا، لكن لا يؤثر على مدنية الدولة، وأن الرقم الوطني يمثل ضبط وربط وقانون يحميه وهو اللي تقدم به استحقاقات المرتب وكذا. في فصل بين الموضوعين. توقع أن الرقم الوطني هو يعبر أو يعكس عن شخصية الإنسان نفسه، وأنه هو مواطن ليبي بموجب له واجبات وعليه التزامات. نعم. طيب ماذا تعاون الجهات الأخرى مع مصلحة الأحوال المدنية وخاصة في ظل هذا الانقسام السياسي والانقسام المؤسسي؟ يعني أيضا حتى ربط منظومتكم بالمؤسسات الأخرى، هل هذا سبب لكم إرباك أم أنه كان عامل مساعد لكم؟ طبعا كان عامل مساعد لهم هم في إنجاح مشاريعهم. نعم. مصلحة الأحوال المدنية والجندي المجهول قدم الشيء هذا، وكان لهم أنه هو سبب لهم نجاح في هذا المشروع، ولكن برضو كان عبء علينا مجهود مضاعف على موظفين مصلحة الحقيقية. طيب يعني هناك دائما يعني نجاحات هذا مؤكد، وهناك إخفاقات وهذا ممكن، يعني الذي لا يعمل لا يخطئ، ولكن كيف يعني تتصورون المصلحة يعني في صورتها المثالية؟ ما هي العقبات برأيك في هذه المرحلة؟ ما هو المتوقع مستقبلا؟ العقبات الآن هي الإمكانيات. المتوقع مستقبلا ان توحد كل هذا الهدف الاكبر والاسمى لنا، ان توحد كل مكاتب مصلحه الاحوال المدنيه. ما عادش المواطن عنده مكتب واحد يمشي له، مكتبك في سوق الجمعه ولا مكتبك في منطقه الكيش، لا انت مكتبك في اي مكان في ليبيا، تخش تاخذ خدماتك بالكامل، تاخذ خدماتك حتى من البيت، باسورد، تاخذ بياناتك، تاخذ شهاده ميلادك، مش محتاج انت لانك تاتي الى المكتب وتنتظر في طوابير لتحصل على حاجتك. هذا الهدف الاكبر لمصلحه الاحوال المدنيه، وان شاء الله ليس بالبعيد، قريب جدا جدا. طيب أكيد لديكم يعني منذ استلامكم إلى هذا المنصب الذي هو ثقيل جدا على كاهلكم، لديكم خطة يعني على الأقل خماسية أو عشرية للتطوير للبناء. نعم. لوضع منظومة متكاملة كما أشرت في حديثك، يعني نعم، ليصبح المواطن بضغطة زر يتحصل على كل بياناته. صحيح. ولتسهيل إجراءاته، لا يحتاج. نعم. حتى الخروج من مكتبة صباحا، يتجه إلى مكتب سينا أو مكتب صاد في منطقة ما للحصول على ورقة لمدة 3 ساعات ينتظرها. نعم. يعني متى؟ هل يعني مع بداية 2020 نهاية 2019؟ فيما يتعلق بالكلام اللي قلته أنا، اللي هو منظومة الأحوال المدنية الإلكترونية في سهولة استخراج البيانات، الخطوة الأولى القريبة جدا الآن في خلال هذه السنة أو الأشهر حتكون استخراج البيانات بشكل يسير جدا جدا. الخطوة خلال السنة اللي بعد القادمة حيكون استخراج من أي مكتب تمشي تأخذ البيانات بتاعك بكل سهولة. نعم. تقريبا نحن وصلنا لختام هذه الحلقة، أريد منك يعني ماذا تريد القول للمواطن الذي يتابعنا في هذه الحلقة؟ نقول للمواطن أن مصلحة الأحوال المدنية هي الهوية الليبية، هي المواطنة، يجب الحفاظ عليها. موظف مصلحة الأحوال المدنية هو جندي مجهول يحترق، أغلبهم حريصين جدا جدا على المحافظة على البيانات وعلى قواعد البيانات. نحب نشكرهم في هذه اللحظة، كل موظفي المصلحة، جزء كبير من موظفي المصلحة يعمل بدون حتى لم يستحق المرتب الآن، في عندهم مشاكل في بعض المرتبات.
وبارك الله فيك على استضافتنا وعلى توضيح وجهة نظرنا. نعم شكرا لك سيد محمد بن ثمر رئيس مصلحة الأحوال المدنية وكنت معنا في هذه الحلقة، وأيضا مشكور لك لتلبيتك الدعوة. مشاهدينا الكرام شكرا لكم على حسن هذه المتابعة، وكل الشكر للطاقم الكادر الفني اللي كان معنا في هذه الحلقة. حتى الملتقى الأسبوع القادم في عين أخرى، دمتم في رعاية الله.